طيب، الصين اكتشفت مؤخرا فيروس جديد اسمه فيروس الأراضي الرطبة، بينتقل عن طريق لدغة حشرة القراد. الاكتشاف ده خلى ناس في حالة قلق كبير جدا، مش بس عشان الفيروس ده جديد وممكن انه يأثر على صحة الإنسان، لكن كمان عشان ممكن يتحور ويشكل تهديد أكبر في المستقبل. يمكن ده الخوف الكبير اللي عند الناس يا شاذلي. صحيح، كمان موضوع التحورات ده واحنا شفنا أصلا من في فيروس كورونا. صحيح، فده اللي بيخلي الناس تخاف أكتر. الموضوع بقى طبعا موضوع مهم جدا وبيحتاج معرفة تفاصيل أكتر عنه عشان نكون جاهزين لا قدر الله للتعامل مع كل الظروف. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمود الافندي، استاذ الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح البرد والياسمين لكم وللاخوه المشاهدين. يا اهلا بيك يا دكتور. دكتور، فهمنا اكتر طبيعه هذا الفيروس. اول شيء لازم نفهم انه هذا الفيروس اول شيء جديد، بالاضافه انه لازم قبل ما نتكلم عن الفيروس انه عشان ينتقل الفيروس للانسان لازم يقرصه القراد. يعني القراد لازم يقرص الإنسان عشان ينقل الفيروس. هذا أمر مهم جدا. والقراد مش حشرة طائرة، هي حشرة موجودة غابوية أو بالحدائق تتواجد على الأرض. بس يعني اللي عنده حيوانات يخاف أكتر صح؟ أول شيء اللي لازم يكون أول شيء الإنسان حافي يمشي بالحدائق يمكن يقرص القراد، وبموسم معين بالربيع فقط. بالإضافة اللي عنده حيوانات منزلية راحت الحدائق وأخذت، بينتقل عن طريق جلدها، بنتقل لداخل البيت. يعني بدها الطريقة معقدة شوية عشان القراد يقرص الإنسان، وخصوصا في بلادنا نحن، أتكلم بلاد الشرق الأوسط، لأنه هذه النباتات القراد بيكون كثيف جدا في مناطق، في مناطق غابوية أو فيها ليست صحراوية. الأول شيء لازم يقرصك القراد عشان ينتقل، لأنه القراد هون في روسيا بالذات بيقرص وبينقل فيروسات كثيرة غير الفيروس ده. أنا مش الفيروس ده جديد، بيعمل ايه الفيروس ده؟ يعني حتى الان المكتشف فيه انه بيؤدي ل بيهاجم خلايا الدماغ، بيهاجم الانسجه خلايا الدماغ، بيهاجم الانسجه، بكثر الخلايا كريات الدم البيضاء داخل النخاع الشوكي، وبيؤدي بعدها الى الدخول في ما يسمى الكومي او الدخول بالكومي، وبعد الانسان بيتوفى اذا ما تعالج. ولكن بهذا الفيروس اذا تعالج الانسان خلال 15 يوم بيكون بصحه كامله. يعني الكومة دي اللي هي الغيبوبه. اعراض الاصابه بالفيروس ايه يا دكتور؟ يعني وليه سموه الاراضي الرطبه؟ يعني عشان الجناين يعني والحدائق وكده؟ طبعا طبعا. هو لانه عشان بينتقل القراد، هو بيشتغل بالاماكن الرطبه، عايز اماكن غابويه، اماكن حدائق، عشان كده اسمه والمناطق الرطبة. مسموح كلامي انا شويه مش مسموح؟ سمعينا كويس قوي يا فندم. يعني الاعراض ايه اللي بتبان على الانسان؟ الاعراض اول شيء هو الغثيان. الغثيان اول شيء، وجع الظهر، وجع الدماغ، وبعد شويه بنتقل لخلايا الدماغ. يعني بيكون اكثر شيء وجع الدماغ اكثر والغثيان بشكل عام. ولكن مثل ما قلت لازم يكون يعني انتقال هالفيروس الى الانسان معقد شويه في مناطقنا وحتى في كل مناطق العالم. يعني لازم يكون مثل ما بيقولوا عده امور او عده عوامل عشان تدخل. يعني ندق ناقوس الخطر على انه هذا الفيروس يمكن يؤدي، ما دام ينتقل عن طريق القراد فاحتمال يعني مثل ما بيقولوا نقله صعب جدا. ولكن اي فيروس بيطلع جديد او بيصيب الانسان احتمال يتطور داخل جسم الانسان ويغير طريقه انتقاله. التحور يعني بقى عن طريق، بعدين بينتقل عن طريق الهواء. حتى الان هذا مو مثبت بهذا الفيروس، ولا في ولا في فيروس نقله القراد قدر ينتقل عن طريق الهواء بعد. طيب، هو معقد في انه يصيب الانسان، لكن اذا اصاب الانسان هل ممكن انتشاره يكون سريع بين البشر؟ لا ابدا خالص. حتى الان التجارب لا، انتشاره فقط عن طريق القرص، الا اذا تحور وصار ينتقل عن من انسان لانسان. وهو ده التخوف. هذا امر اخر. اذا تحور، يعني هذا بنقول احتمال اذا تحور، يعني الانسان اذا ما تعالج لفتره طويله او حمل الفيروس لفتره طويله من الزمن يمكن يتحور داخل جسمه ويصبح الفيروس ينتقل بطريقه اخرى. ولكن كمان هذا احتمال ضعيف. هذا امر مهم جدا، لانه الفيروسات القراد بشكل كامل هي بتجي فقط عن طريق الاتصال بالدماء. يعني القراد لما بيقرص الانسان بينقل لدم الانسان هذا الفيروس. فانه يتحور ينتقل عن طريق ما بقول الهواء او الفم او الانف، هذا صعب شويه ولكن احتمال، ما تقول احتمال. طيب، لذلك يعني ناقوس الخطر، يعني لازم ندقوش شويه، هي عباره عن تجارب
حتى الان تجارب بهذا الفيروس، وانا اعتقد انه فيروس هو فقط يعني لا ينتقل الا عن طريق قارات، فاحتمال نقله البشر لبشر هذا احتمال ضعيف جدا، فينا نقول 1 أو 0.5%. هل في اي احتياطات ممكن الناس تاخد بالها منها دلوقتي بشكل مبدئي حتى؟ طبعا بشكل مبدئي اول شيء الاراد بالنسبه لمناطقنا هي، وبالنسبه ل يعني المناطق اللي على الشرق الاوسط والدول الاوروبيه، بينتقل فقط عن طريق القارات. القارات بينشط بفتره الربيع يعني من شهر مارس لحتى شهر مايو. فالانسان ما يدخلش الغابات او يدخلش الحدائق يكون حافي، لازم يلبس حاجه في رجله، جراب او جراب او حذاء يدخل الحدائق. بالاضافه الحيوانات المنزليه اللي عنده مثل الكلاب والقطط يحاول دائما يجيبها من الحدائق، يحاول يمشطها في مشط خاص يشوف اذا في اراد قرصه، لانه الاراد بيبقى لازق في الجسم يعني ما او بيمشي على الفرو او الفرو بتاع الحيوان. لكن الاراد ممكن ينقل الفيروس ده للحيوانات يا فندم، ومن ثم الحيوانات دي تنقل للانسان الفيروس؟ لا الفيروس لازم يكون الاراد نفسه يلي ما بيقدرش يمشي على فرو الحيوان، الانسان وقت يداعبه يجي على الانسان ويقرصه، ده بينتقل. بس انه الحيوان والانسان هذا لا، صعب جدا. هو الحيوان بنقل الاراد لما عن طريق الفرو تبعه وعن طريق الصوف تبعه. وهل الانسان وقت بيلبسه وهل ممكن يسبب الوفاه بعد الكوما؟ الوفاة اذا ما تعالج، اذا لم يتعالج. إذا مباشرة رسل الأراد بيحس الإنسان يروح على الدكتور مباشرة 14 يوم بيكون تعالج. هذا الفيروس يعالج، ولكن إذا ما راحش الدكتور أو ما تعالجش فيه يمكن يؤدي إلى الكومي أو الوفاة. ولكن بهذا الفيروس بالذات يعني في على سبيل المثال إحنا في روسيا الأراد في بنقل أمراض التهاب الأسجة الدماغية، في أراد بينقل انتباه حمى القرب، هدول أخطر من الفيروس ده، بيؤدي إلى الوفاة في حالات كثيرة. ولكن هذا الفيروس اللي بتكلموا عنه دلوقتي او فيروس مناطق الرطبه اذا تعالج خلال 12 ل 14 يوم الانسان بتعافى. هل في فئات معينه اكثر عرضه للاصابه يا فندم؟ الفئات المعينه لا، ما فيش فئات، اصل الاراد لاي انسان يمكن اطفال بقى. بس اكثر شيء بيروح الاطفال لانه بيكونوا دائما بيلعبوا بالحدائق، يمكن يقعدوا على الارض في الحدائق على الحشيش حاجه كده يمكن يرسل الاراد، او الاولاد بيلعبوا مع الحيوانات الاليفه يمكن الأراد ينتقل على الطريق. ربنا يسلمك. أغلبية الأطفال بيكون معرض للأراد أكثر بكثير من الشباب أو ما يسمى البالغين الكبار. لذلك ربنا يسلم، ربنا يسلم على أولادنا كلنا، وإن شاء الله ما يبقاش فيروس معدي وينتشر بشكل كبير. كل الشكر ليك دكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية.